رحب مجددا بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. وقفتنا بهالساعة عن الموضة والأزياء وتحديدا عن آخر صيحات الموضة بتصميم فساتين السهرة مع ضيفتنا مصممة الأزياء زينة كاش، واللي بتتميز سنويا بمجموعتها الخاصة والراقية بفساتين الأعراس وأيضا بفساتين السهرة. زينة أهلا وسهلا فيك معنا اليوم على الحرة. هيك بالبداية زينة، عادة لما تصممي يعني أي فستان سهرة تحديدا بيكون تحت الطلب أو أنا اجمالا فساتين السهرة عندي كلهم على الطلب، هي الكولكشن الجاهزة عندي هي فساتين الأعراس، ومنها اجمالا من فساتين الأعراس الكولكسيون بستوحي كل فساتين السهرة اللي بيجوني، إنه بيجوا أوقات بيقيسوا فستان عرس لأنه أنا فساتين كتير سامبل بحبوه، أوقات بعملهم بستوحي منه بعملهم فستان سهرة. طيب زينة، كيف بيتم عادة الاتفاق على تصميم معين؟ عم شوفك هلأ بالأتولي عم تشتغلي، عم تشوف بعض فساتين السهرة، كيف تتفقي أنت وسيجيت أنا لعندك؟ مين بيقنعوا مين عادة؟ الاثنين نعمل ميدل جراوند، أنت بتقولي لي شو عبالك وأنا بقلك مثلا شو الدارج منتفق على شيء ان كومن، بقول لك شو الالوان الدارجه، شو قصص شوي دارجه، انت بتقولي شو على بالك اكثر، ومن بجمع افكاري وافكارك وبعمل لك ديزاين، وفي يكون كثير مستوحى من فساتين الاعراس لانه مثل ما قلت لك كثير سامبل. كمان هون عم شوف هيدا الفستان، فستان اسود هيدا مع البلت، هيدا دونتيل. ايه دونتيل روبرودي ومبطن نيود، هيك وقت تلبسيه ببين كانه على الجلد الدونتيل كله. والفستان الثاني كمان، والفستان الثاني كمان بحب كثير انه يضل يبين كانه جلدك من تحته، بس هن بيكونوا انفاكت مبطنين بالقماش النيود. زينة، في شبه بين تصاميم فساتين السهرة وتصاميم فساتين، يعني في الروح وحدة؟ اكيد اجمالا كل سنة بتبع روح وحدة وبمشي فيها هيك وهيك، هيك بيطلعوا كلهم كانه فيم وحدة من الجمال. يعني إذا عندك عروس مع عيلتها عم تلبسي الكل بتقدر يعني في يكون تام اجمالا هيك بيكون تام بالعرس كله، هي جايه عندها كونسبت مع البلانر تبعها، بنعمل الفستان وكله بيكون تابع لها الام واختها والعائله كلها، كله بيكونوا تابعين الوان معينه وتابعين التام تبع العرس كله. زينة، رح نشوف فساتين الاعراس، انت كمان معروفه بالسامبليسيتي او بالبساطه بتصميم فساتين الاعراس، ذوق المراه اللبنانيه، ذوق الصبيه اللبنانيه اجمالا بتحب الفساتين البسيطة؟ صايرين كثير عم بيحبوا، بطلوا انه كثير يحبوا الشك والتطريز وما بعرف شو، كلهم صاروا بيحبوا اكثر السمبل. هلا انا يمكن لانه معلمه بميلانو هيك مأثره فيهم انه كثير سمبل، انا بحب الفستان انه يكون الفستان هو بحد ذاته مكمل حاله، انه ما ضروري يكون الشك هو اللي عامله للفستان، انه الشك والتطريز هول بيكونوا زياده، انه اذا الوحده انه بيكون الفستان بيرفكت، اذا بدها تزيد الشك والتطريز هول بيكونوا اكسترا، بس انه بحب الفستان بنعومته وبالسامبليسيتي تبعه يكون بيرفكت عليه. يعني حتى يعني اذا بنشوف اليوم المشاهير، يعني امبارح كنا عم نحكي تحديدا عن ازياء امل علم الدين وعن فستان عرسه اللي هو من تصميم اوسكار دولارنتا، كمان بنلاقي هالسامبليسيتي كله الشغل بالقماش كان بفستانه، يعني كله شغلها كذا نوع دونتيل والتيل والورود وهيك، بتشوفيها عن بعيد بتلاقيه كثير سامبل، بس بتقربي كله في قماش كذا نوع مخلوطين مع بعض هن اللي بفخموا للفستان. زين، عم تشوف هون القماش اكثر شيء بتستعملي تول ب اكثر شيء دونتيل بفساتين الاعراس لانه هيك بيغنوه، بس بحب مثلا نفس الفستان يكون مثل هيدا في دونتيل روبرودي وفي دونتيل شانتيي، التول اللي تحتها اكيد التول اللي عامل النفشه، بس الباس تبعه دونتيل شانتيي ومن فوق تول وفوقه بيرجع بيصير في دونتيل روبرودي غير نوع دونتيل، وبيرجع ورود عليه، انه من بعيد بتفكري كثير سام، بس بتقربي بتلاقي كثير في كواليتيز قماش هن اللي بيعملوا الديزاين تبع الفستان كله سوا. كله ده بعيده كثير عن الشك. زينة، يعني بحب هيك يكون الفستان، هلا الوحده اذا بدها بتزيد، بس انه انا بحبه هيك يكون. اكسسوارات هلا اجمالا مع فساتين الاعراس بعمل اكسسوارات للطرحات، وكثير عندي كمان شابويات للراس، اذا الوحده ما بتحب تحط طرحه بتحب تحط اكسسوارز على راسها،
في عندي هيدي الاوبشن كمان. طب فساتين السهره اجمالا بيخضعوا لموضه معينه ولا مثل ما قلت اليوم كمان في اتجاه نحو البساطه نوعا ما؟ لا هلا بدك تشوفي انه في قصص مثلا مثل هالصيفيه مثلا بتشوفي شو الالوان الدارجه فيكي انه تعملي الفستان بالالوان الدارجه وطبعا فستان عرس بيقدر يعني بتقدري تعملي فستان لا فساتين عرس على فساتين اعراس مثلا ابيض ساده ولا ايه فيكي تدخلي يعني دخل فيك الالوان هلا اوقات بعمله بينك اوقات بعمله شوي على سيلفر اوقات على جولد اوقات بفوت بيلتس ملونه انه هيك تاتش صغيره بس انه هيك تنفره للفستان بس بالاجمال هو الابيض بالإجمال الناصي على البياض كلهم بيفضلوا اصلا الابيض والاوف وايت بتحسيهم مش كثير عم بيبعدوا عن هالكونسبت انه فستان العرس لازم يكون ابيض او اوف وايت لانه بدها جرأه كمان اي مزبوط انت شو بتحبزي اكثر شيء كمصممه انا أزياء. شخصيا اذا بدي اعملها اكيد بعمل شيء ملون اذا شيء يعني بحب انه التاتش الفانكي تكون فيه للفستان اوكي أي. مثل شو اي لون مثلا شيء روز بس روز يكون قوي مش روز بال يعني انه شيء لون يكون غير عن الكل يعني ايه بيكون هيك مختلف ايه نوعا ما هون عم تشوف فساتين رجعنا لفساتين الاعراس هون كل الشغل على القماش مبين انه الشغل كله الدرابي مزبوط مثلا هذا مستوحيته من فستان عرس مثل تنوره فستان بعرس عملت منه فستان سهره وفي يكون كله درابي انه حسب كمان حسب شكل جسمها للزبونه اذا بيلبق لها ما بيلبق لها يمكن كله درابي بنصح شوي بده يكون جسمها حلو ومتناسق هول الفساتين كمان هول مثلا هيدا التنوره التحتانيه بتنقام وبتنحط وكمامه بينقام وبينحطوا هيدا اذا عندك شيء هيك شيء سهره مش ضروري عرس يعني منلاحظ زينة بتصاميمك انه بتجمعي بين البساطة هيك والرقي نوعا ما انت شو بتعتبري سر تصاميمك؟ بحس بالسمبليسيتي تبعهم انه حلو الواحد يكون كلاسي واليجنت بس سمبل بنفس الوقت يعني هيدا فستان كمان هيدا كتير سامبل هيدا كتير سامبل في دانتيل من فوق في دانتيل ببرودة هيدا كله هيدا بينلبس عرس انا بلاقيه زينا الفستان اللي عندي ما هيدا لانه مستوحيته من فستان عرس هو هيك عملته على فستان سهره هيدا سيلفر لونه ايه هيدا لونه على لون الجلد وهلا كتير دارج هالسنه مثلا هيك الالوان النيود طيب رح نحكي هلا عن شو دارج شو ملامح الاقمشه والالوان لربيع صيف 2015 هلا كان نحكي تنحكي بالاجمال مش بالفساتين كثير دارج الالوان الباستيل السنه كل شيء هادي والالوان اي لون بدك تاخذيه لازم يكون اللون التوناليتي الهاديه منه يعني الروز الهادي الازرق الهادي ما في شيء قوي هالسنه ما في هدول الالوان لا ما في ابدا الفلاشي او الفلو او واذا فيكي كمان تروحي اكثر على الباستيل وكمان كثير دارج الالوان النيود اللي بيقوا من لون الجلد كل التوناليتي تبعهم هول كثير دارجين السنه واذا بدك تحكي اكثر انه مثلا كثير دارج القصص الترانسبيرنت بيرجع دارج البنطلون الواسع والدنم هلا في قصص فيي استعملها بس بتبع الموضه في قصص فيي استعملها بالفساتين السهره وفي قصص لا انه مش كثير بتزبط يعني زينة عم تحضري عرفنا انه عم تحضري لمجموعتك لمجموعه الصيف البرايدل 2015 وين راح يصير اطلاق المجموعه؟ راح اطلقها بمارتش بمعرض دبي برايد وبابريل بدي اعرضها بقطر بمعرض اسمه اي ويد وبلبنان بلبنان لا بالاتوليه بالاتوليه اللي بده يشوفه اللي بده يشوف الكولكشن بيجي على الاتوليه اكيد طب زينب انت ناشطه نوعا ما على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبه لك قد ايه مفيده قد ايه خليتك تتواصلي مع السيدات بعد الخبره اكتشفت انه اهم شيء هو السوشيال ميديا اهم من كل شيء صار بهالايام يعني ما بقى حدا عم يتبع غير السوشيال ميديا الفيسبوك بيج تبعها انا كثير قويه زينا كاش ديزاين كل شيء يعني اكثريه زبوناتي بيجوا من وراها والانستغرام كمان تبعي كثير قوي اد زينا كاش والويب سايت تبعي انه كل اعتمادي على هالقصص بعمل دعايات وبعمل هيدا بس اكثر شيء كل زبونات يعني كل فستان بتصمميه كل فستان بينزل على السوشيال ميديا بينزل على السوشيال والديتاي تبعه والبروسيس كله بينزل كله على السوشيال زينة ميديا زينه بدنا نشكر جدا مشاركتك معنا مصممه الازياء اهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحره